بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئية دي يا شباب جزئية grammar hints، دي من أهم الجزئيات الموجودة في الكتاب بعد طبعا جزئية المهارات. عايز تركز فيها كده عشان هي فيها فكرة إن هي أفكار تراكمية، أي حاجة فيها أفكار تراكمي اقلق منها كده وركز فيها وأنت بتحلها. أول سؤال بيقول I want to know you will accept the offer. أنا أريد أن أعرف إذا كنت ستقبل العرض. إذا أو لو دي whether or not، أنت عارف إن لما يكون في or not في نص الجملة بناخد whether، فده موضوع منتهي. طيب مفيش اور نوت، فانا معايا ممكن ينفع اف وينفع وذر، يبقى كده ايه بي ان سي هما تلاته صح. ومعنى الجمله انا اريد ان اعرف اذا كنت ستقبل العرض او اذا كنت ستقبل العرض ام لا. الجمله الثانيه I expect you will do as not as you, your treatments teammates sorry. انا اعرف او انا اتوقع انك ستفعل او ستؤدي المهمه بشكل جيد كما فعله رفاقك او اصدقائك. بشكل جيد يبقى will. الجملة دي أصلا الفكرة بتاعتها إن هي اسمها do well، يعني أدي بشكل جيد. أمال إيه as long as لما أحط as مع as هنا مع long دي بتساوي if. as far as معناها بقدر ما، ودي لما نقول مثلا as far as I am interested أو as far as I am concerned معناها بقدر ما أنا مهتم وهكذا. طيب as good as دي بنستخدمها إمتى؟ ممكن نستخدم as good as دي لو كان قبلها verb to be. أقول لك علي is as good as عمر مثلا، علي ده جيد زي عمر، لكن هنا انت بتقول يؤدي بشكل جيد كما يفعل رفاقه. سما helped me not my homework. عند help انت عارف ان help مفعول مصدر او help مفعول to المصدر، فدو وتو دو اي اند بي، وطبعا with طبعا لما يكون في اسم في الاخر. طب ما تيجي نكتبها بقى ما دام احنا ما كناش واخدين بالنا من with دي. بص خد بالك انت عارف ان help مفعول to والمصدر، ممكن help مفعول مصدر ده لو انت معاك فعل. طب لو ما فيش معاك فعل فهتجيب help مفعول with الاسم، فممكن اقول لك ايه بقى اللي احنا عملناه في الجمله ديت. help me to do my homework او do my homework او help me with my homework. طيب الجمله هنا طبعا الاخيره ما فيهاش فعل، هو هنا قال لك with homework، لكن do و to do دول فعل. طيب علي helped me، علي helped me not lunch. help مفعول to المصدر to prepare او prepare لوحدها كده من غير اي حاجه خالص، او كان ممكن اقول برضو with lunch. about me my dad called me twice an hour. ابويا كان بيتصل بيا مرتين في الساعه لانه قلق بشاني. word about me، خد بالك لما تبدا الجمله بالتصريف الثالث اعرف ان هي كانت مفروض مكتوبه كده because he was والصفه بعدها word. حاجه كمان مثال زي ده بالظبط interested in reading comma علي buys many books. تبقى الجملة اصلا because he is interested in reading، لانه مهتم بالقراءة فهو يشتري كتبا كثيرة. طب الجملة رقم 6 pieces of information. information يا عم الحاج اسم لا يعد، انا معاك، بس لما تجيب لي معاك كلمة piece وهي مفرد يبقى ده مفرد، وان كانت جمع فده جمع، فمش هينفع اقول لك this واجيب بعدها pieces ولا that. طبعا زي بيسز ما ينفعش، انت مش عايز ضمير فاعل، يبقى زيز بيسز هذه المعلومات. خد بالك انت ممكن تقول this information او this piece of information او these pieces of information. رضينا 11 starts primary 5 year next year. بقول لك ان رضينا اللي عندها 11 سنه يعني بدات سنه 5 ابتدائي او ستبدا سنه 5 ابتدائي السنه المقبله. طيب هو انت عايز تقول رينا التي عمرها 11 سنه، يبقى هو از حاجه من دول، انك تقول هو از 11 years old او هو از 11. الحاجه الثانيه aged، الحاجه الثانيه هو از ات ذا ايج اوف كذا. الاختيارات اللي قدامك اللي ممكن منها aged رقم بي. طب BMW cars are expensive being الفعل مضاف الاي ان جي، فنستبعد بيكوز. طيب ميد اوف سترونج ماتيريالز، البي ام دبليو عربيات غاليه بسبب كونها مصنوعه من كذا. يبقى انت هنا ممكن تستخدم بسبب بمعنى ديو تو، بسبب بيكوز اوف او اوينج تو او ثانكس تو، يبقى كده اي اند بي. اي هاند تو ماي كار ان ذا سنت ذا انترانس تو ماي فيلا. بقول لك انا ذهبت بسرعه الى سيارتي التي هي مركونه، يبقى المفروض ان الجمله كانت ويتش از باركد. حلو، شلنا ويتش از ونسيب باركد، ادي باركد رقم ايه. طب 10 everyone او everybody someone somebody، كل ده اسمه فاعل غير معروف. الفاعل الغير معروف بيكون معاه الفعل مفرد ويكون معاه الضمير جمع. طب انا عايز فعل، فانا عايز اخد فعل مفرد، فهاف لا
وباقي معاك هاز واز ووز. طيب اوريدي ليفت، والله ده صريف تالت، يبقى انت عايز هاز. هاز اوريدي ليفت يعني بالفعل غادر. طيب بوتينج اون ويت، بوت اون ويت يعني زاد في الوزن، ده جين ويت. ليدز تو، بيؤدي الى ان الناس يعانون من، يعاني من يعني سفر فروم، بس كلهم سفر. بس عايزك تعرف ان ليد تو بنجيب بعدها الفعل المضاف له اي ان جي دايما. طيب يبقى بوتينج اون ويت ليدز تو بيبل، ليد تو اهي، وبعدين انت عايز بعدها الفعل المضاف له اي ان جي، يبقى انت عايز سفرنج رقم سي. طب يا مستر ما هو المفروض ان ليد تو سفرنج على طول. لا ما هو انت ممكن تجيب المفعول عادي بعدها. على سبيل المثال شي افويدد هير داد سيينج هير، هي تجنبت ان اباها يراها. هي اصلا الفكره ان افويد بعدها الفعل المضاف له اي ان جي، بس انت ممكن تجيب هنا اللي هيشوف تحطه في النص. طيب ارجع بقى اللي بعدها اتنين، ذا بلايند اي تو يوز برايل، الناس العميان يجب ان يستخدموا برايل. طبعا انت عارف ان اي صفه جبنا قبلها ذا بقت اسم جمع، يعني كده انت عندك ذا بلايند دي كده اسم جمع. طيب فما انها جمع فهنشيل هاز ونشيل از ونشيل ووز، ما بقاش معاك غير هاف. واي سيز، انت عارف ان عندك واي سيز دي واحه مفرد، واي سيز دي واحات جمع، فحضرتك عايز كده جمع. طبعا مش هينفع نقول ان لان دي جمع، ولا زيس لان دي جمع، يبقى الاجابه كده اصبحت زيز. اربعه، هي نوت ابسيت فيري ايزلي، هي جيتس ابسيت، upset becomes upset he is upset، كل دول صح. يبقى كده اي اند بي، عشان upset دي صفه عايز قبلها فيرب تو بي او فعل بمعنى يكون او يصبح. my father stopped me، هنا برضو القصه دي ركز فيها عشان دي فيها مشاكل. stop مفعول اي ان جي او stop مفعول from اي ان جي، الاثنين دول معناهم يمنع شخصا من او يوقف شخصا من، لكن انت عارف ان في stop تو المصدر يتوقف لكي، وفي ستوب اي ان جي معناها يبطل يعمل شيء يتوقف عن شيء. طب تعالى نشوف بقى، ماي فادر، ماي فادر ستوبد مي اي ان جي او تو اي ان جي او فروم اي ان جي سوري، يبقى كده اي اند سي. يبقى ماي فادر ستوبد مي منعني من اهدار وقتي، او ستوبد مي فروم اللي برضو معناها منعني من اهدار وقتي. يبقى احنا كده رقم خمسه قلنا دي. سته، اب نيكست تو ذا سي اميره ليرند تو سويم when she was very young، لأنها ترعرعت، لأنها كبرت بجوار أو بجانب البحر، تعلمت كيف تسبح عندما كانت صغيرة، يبقى growing up. أنت عارف إن لو بدأنا الجملة بالفعل المضاف له ING فده معناها إنها معلوم، لو بدأنا الجملة بالباست بارتيسيبل فده معناها إن هو مجهول. لما أقول لك broken comma my mobile didn't work، broken لأنه كسر. طب breaking my mobile لانني كسرت هاتفي. نيجي بقى على رقم 7، بقول لك I'd rather take the underground not than waiting. هنا في خطأ اظن هو يعني خطأ مطبعي. بص معايا هشرح لك كام حته كده وعايزك تركز فيهم عشان دول مهمين، ودول مهمين لانهم تراكميين وانت خدتهم في اعدادي وخدتهم قبل كده، فالموضوع مهم ولازم تركز فيه. عايزك تعرف انك ممكن تقول I'd rather مصدر than تحديدا مصدر. على سبيل المثال انك تقول لي مثلا I'd rather sleep than work hard، احب ان انام افضل من اني اشتغل باجتهاد. دي واحدة. التانية مع سيادتك I'd prefer to، والمصدر خد بالك من دي بقى rather than المصدر على طول، اوعى تنسى بتقول to المصدر. اضربني المثال، اضربك المثال انك تقول لي I'd prefer to study than watch TV. watch TV، احب ان اذاكر اكتر من اني اسمع تلفزيون. التالتة معانا بقى او الحالة التالتة معانا في القصة دي انك تقول I prefer ing to، والفعل برضو مضاف ل ing. الحالة الرابعة والاخيرة انك تقول I prefer شيء to شيء تاني. لا معانا لسه كمان حالة خمسة يا مستر ما تنساش، خمسة انك تقول I prefer ing او to المصدر. دي كل الحالات بتاعت الحاجات دي، سجلها عندك كده في ذهنك وخليك شطور عشان ما هتحتاجها فترجع تجيبها على طول. I prefer ing to، مع سبيل المثال I prefer staying with mom to going
تو سكول. ركز، انت قلت لي ايه؟ انت قلت لي هنا في الجمله اي بريفير اي ان جي وبعدين تو والفعل برضه مضاف لاي ان جي، لكن في اللي قبلها انت قلت لي اي وود بريفير. ركز، دي بريفير لوحدها لكن دي وود بريفير، مختلفين عن بعض تماما. دي بريفير هنا بريفير في اي ان جي تو اي ان جي، لكن اي وود بريفير تو المصدر راذر ذان المصدر. اللي هيلخبطك انك انت ممكن تعجنهم في بعضهم، ايد راذر عايزه معاها ذان بس، لكن ايد بريفير ما عايزه معاها راذر ذان. وهوريك مصدر دلوقتي او مرجع واثنين وثلاثه فتحتهم، بس انا هجيب لك واحد اوضح شويه. اي بريفير شيء تو شيء، انك تقول اي بريفير، اي بريفير بالنسبه لي انا شخصيا تي تو كوفي، انا بحب الشاي اكتر من القهوه. طب اي بريفير اي ان جي تو المصدر، على سبيل المثال اي بريفير، اي بريفير سليبنج افضل النوم، او اي بريفير تو سليب، الاثنين صح. طيب ما تيجي اوريك المصدر كده سريعا ونرجع تاني. المصدر اللي هو ده قدامك ده، انا بقول لك هنا ايه، لاحظ في دي انك ممكن تقول اي بريفير شيء تو شيء، زي ما قلنا اي بريفير تي تو كافي، او انك تقول اي بريفير ستادينج انجلش تو ستادينج ارابيك، او اي بريفير تو ستادي انجلش راذر ذان تو شيء اخر. طيب عند حاجه راذر بقى، الراجل بيقول لك هنا ايه؟ اي وود، ركز في دي كويس، ها؟ بيقول لك هنا ايه؟ اي وود راذر، لا انا عايز الكامله اللي هي الحالتين اهو، اللي هي اي وود راذر مصدر ذان مصدر. ركز، اي وود راذر مصدر ذان مصدر، زي ما هو اداني مثال اي راذر ستاي ات هوم ذان جو تو ذا سينما. ركز في الكلام ده عشان الكلام ده هنحتاجه قدام كتير. عمال اشرح من ساعتها والفيديو وقف لما انا طلعت على الكتاب، بس مش مشكله نقول تاني، مفيش اي احباط بالموضوع ده اطلاقا. بص معايا يا فندم، انت قلت لي هنا بريفير شيء تو شيء، او بريفير اي ان جي تو اي ان جي، او بريفير تو والمصدر راذر ذان تو المصدر. خد بالك راذر ذان المصدر، خد بالك انت قلت لي راذر ذان مع بريفير، لكن الثانيه بقى هنا بشرح فيها من شويه بس كان الفيديو مفصول للاسف، انك بتقولي وود راذر مصدر ذان، ذان لوحديها مصدر، زي ما قال لك اي وود راذر ستاي ات هوم تونايت ذان جو تو ذا سينما. طيب تعال نرجع بقى كده لجملتنا تاني، او الفيديو اللي كنا شغالين فيه دلوقتي. احنا كنا هنا خدنا الحته دي وشرحناها تمام الحمد لله، تعال بقى نحل. الراجل ده بيقول لك اي وود راذر تيك ذا اندر جراوند، لا استنى يا مستر، انت قلت لي اي وود راذر مصدر، اي وود راذر مصدر المفروض ذان وبعدين الفعل في المصدر تاني، يبقى انت تقول اي راذر تيك ذا اندر جراوند ذان ويت، وما تختارش حاجه من دول خالص، كل دول كده ما ينفعش. حلو؟ طيب هو بقى الراجل في الجمله دي اصلا لما حط السؤال ده كان قصده انك تختار، كان قصده انك تختار مين؟ الراجل قصده انك تختار هنا في الجمله دي انك تختار راذر ذان، بمعنى انك تقول له انا افضل ان اخذ المترو بدلا من ان انتظر، هو يقصد كده يعني. طيب فانت في الجمله دي لو مضطر تختار هتختار راذر من بين الاختيارات دي كلها، بس التركيبه زي ما انا شرحت لك كده. يارا doesn't know how to prepare lunch alone، يارا ما بتعرفش تعمل الغداء لوحدها. عندي دي انا هديك، بس لو انت ما عملتش سكرين شوت لدي اعملها، عندي هديك هنت صغير كده، خد بالك معايا كده في الحته دي. انت بتقول يارا doesn't know how to run، حلو؟ يارا ما بتعرفش تجري، ولا انا، فهتقول لي نور دو اي، او ممكن تقول لي نيزر دو اي. طب افرض الراجل قال لك في الجمله مثبته، قال لك يارا نوز هاو تو رن، هتروح انت ايه اللي بقى؟ سو دو اي، وما ينفعش غير سو. يعني من الاخر يا عم الحاج، ان لو كانت الجمله مثبته فانت تاخد سو مساعد فاعل، فلو كانت الجمله منفيه فناخد نور مساعد فاعل او نيزر مساعد فاعل. طب ما تيجي نشوف الكلام ده ونطبقه هنا. جملتنا دي الجميله اللي بنحل فيها دي منفيه، بما انها منفيه فسيادتك عايز الناحيه الثانيه نور او نيزر، فاي دو ايزر دي مش معانا، ايزر برضو مش معانا، نيزر بس المفروض كانت تبقى نيزر دو اي. خد بالك انت بتعمل تركيبه ثابته ولازم تطبقها، اللي هي نيزر، نيزر مساعد فاعل، هنا فاعل وبعدين مساعد قلبها، ما تنفعش، يبقى نور دو اي. طب مستر هو قرآن هاخد كل مرة يعني دو اي؟ لا مش قرآن حضرتك، الموضوع مش كده خالص. لو انت قلت لي مثلا شهد، شهد از نايس، تمام، دي مثبتة، فهتقول لي سو ام اي. طيب افرض انت قلت لي شهد مثلا ازنت شورت، شهد ليست قصيرة، هتقول لي بقى نيزر
طبعا دي نقطة. هنا فيرب تو بي ازنت، فانت هتقول لي ام وبعدين تكمل باي، فانا عايز تحل كده الجمل بفهم، ما تاخدهاش بالحب. تسعة، she has not homework to do. هي عندها homework، الهومورك اي حاجه فيها work اسم لا يعد. حلو، طيب بما انها لا تعد فانت عايز ماتشات. المشكله الراجل الله يسامحه جابك اتنين، تو ماتش وماتش تو. عايزك تفهم انك انت بتقول تو ماتش زائد اسم، او ماتش تو وبعدين صفه. تاني كده، انت بتقول لي تو ماتش مع ماتشات، يعني تو ماتش واسم، فتقول تو ماتش ماني نقود كثيره جدا، تو ماتش ووتر ماء كثير جدا، لكن ماتش تو ايزي يعني سهل جدا. المهم ان قدامي هوم ورك اسم، فناخد هنا تو ماتش. الصفحه اللي بعد كده، السؤال رقم 10 بيقول لك I am going to leave not you agree I have made up my mind. بص يا برنس، انا كده كده اصلا همشي واسيبك سواء انت موافق او مش موافق، يعني سواء ام لا، يبقى whether or not. طب whether يعني سواء، وإف يعني لو، فمش هينفع اقول لك انا همشي لو انت موافق انا اصلا اتخذت قراري. فدي الفكره بتاعتها. افرض الراجل قال لك يور اي مثلا اي ويل ليف، انا هغادر، نوت يو اجري، وفي الاخر هيقول لك يور اوبينيون كاونتس. يور اوبينيون كاونتس يعني رايك ليه قيمه، اذا اي ويل ليف اف يو اجري، انا همشي لو انت موافق لان رايك عندي ليه قيمه. طيب لكن لما تقول لي وذر اور نوت يعني غصبا عنك انا همشي، عايز موافق ماشي مش موافق همشي برضه. The weather is not hot today. Hot صفه. حلو؟ بما انها صفه فسيادتك زي ما اتفقنا ان احنا نقول تو انك هتقول تو ما تكتب بقى يا عم تو صفه تو، ده رقم واحد انك تقول تو صفه تو، او ماتش تو وبعدين الصفه. اذا طبعا مش هنفكر في تو ماتش لان تو ماتش عايزه بعدها اسم، تو ماتش ماني، يبقى ماتش تو وتو صفه تو اللي احنا حافظينها قبل كده يبقى اي اند بي. طيب الجمله رقم اثنين بيقول لك اي هاف تو براذرز نوت از ا دكتور ذا اذر، انا عندي اثنين اخوات، الواحد دكتور والثاني ما زال طالبا واحد، يبقى 1. كان ممكن اقول لك ذا فيرست يعني. طب رقم ثلاثه، سم تورستس فيزيت انشنت مونيومنتس، بعض السياح يزورون الاثار المصريه القديمه. البعض الاخر المفروض تقول لي الناحيه الثانيه تقول لي اذر تورستس، فتشيل تورستس تحط مكانها اس يبقى اذرز. وي ويش هي هادنت بيكم ادكتد تو والاي ان جي او ادكتد تو المصدر، فانا ممكن اقول لك ادكتد تو دراجز او ادكتد تو تيكينج دراجز، الاثنين ينفعوا. هو مدين هنا تو تيكينج، وعلى فكره كان ينفع تو لوحدها من غير فعل ونقول ادكتد تو دراجز يعني مدمن للمخدرات. الجمله الخامسه، ذا جيستس ار سيتنج بورد ار ستارتنج، بقى ذا جيستس ار ستارتنج نوت بورد. خد بالك عند موضوع ستارتد احنا انت قراتها اكيد ورا او ذاكرتها ورا، بس انا عايز اوضح لك تاني بشكل لطيف كده، عايز تركز معايا. انت بتقول ستارت تو والمصدر، بتقول ستارت تو والمصدر او ستارت اي ان جي، لكن لو انت قلت لي بي ستارتنج هنا ما ينفعش غير تو الفعل في المصدر. كلام كده يعني خلصان. انا في الجمله الراجل بيقول لك جيستس ار ستارتنج، يبقى بي اي ان جي اهوت، يبقى تاخد تو المصدر بس تبقى كده صح. سته، بيس اوف انفورميشن، بيس ده مفرد يبقى احنا هنقول ذس او ذات، ادي ذس. طب لو قال لك زيز، لو قال لك بيسز كنا قلنا زيز وزوز. I was putting on weight I had to follow diet. انا كنت بزيد في الوزن فكان لازم اتبع رجيم، يبقى انت عايز تقول لي لانني، لان يعني بيكوز واز سنس، انا معنى سنس. على فكره كان ممكن نقول في الجمله دي being overweight مثلا، لانني ازددت وزنا. About her son she called her husband to look for him. انت عايز تقول لانها كانت قلقه بشان، يبقى تقول لي worried about her son. نفس القمله دي بتهيألي احنا حلناها مره قبل كده. I spent a fortune، انا قد انفقت مبلغا كبيرا من المال. My new office، عايزك تفهم حته بقى. Spent اي ان جي، I spent my money buying bad things، او I spent my money on buying bad things، او ممكن تقول تو باي ماني او ماني باد ثينجز. طيب انت في الجمله هنا بقول لك I spent a fortune، طبعا ديكوريت ده مصدر مش معانا خالص، تو المصدر، اون اي ان جي يبقى بي اند سي. طيب رقم 10،
I feel sick, I won't go out. أنا أشعر بالمرض، أنا لا أخرج أبدا. لأنني أشعر بالمرض فلن أخرج أبدا. Because of عايزة بعدها ING أو اسم. Due to أختها أصلا، فهما الاثنين نفس المعنى. طيب الامتحان الرابع. I spent my free time my parents in one way or another. أنا قضيت وقته كله في مساعدة أسرتي. Spent عايزة بعدها ING، ما اتفقنا وقلنا ING. أنا هنا ING helping. Why says دي واحة مفرد يا مستر، لكن why sees دي كده جمع، اللي بالاي دايما مفرد، اللي بالاي دايما جمع. طيب انت هنا جايبها لي واحده، طب انا هفكر في ان وزيس، مش هنفكر في كلمه زيز خالص. حلو. طيب اويسيس هاز سم اوف ذا بيست لاندسكيبس، يعني الواحه فيها افضل المناظر الطبيعيه. يبقى انت بتشاور لي على واحه معينه، هذه الواحه تحوي افضل المناظر الطبيعيه. وات هاز نوت، هاف وهاز عايزه بعدها باست بارتيسيبل، كلهم باست بارتيسيبل الله يسامحه، بس انا عارف المصطلح اسمه جو رونج، وعايزك ما تتلخبطش بين حاجتين اتنين، بين جو رونج اللي هي في غالب الامتحان بيكون جايبها لك في ماضي بسيط ما تعرفش ليه، وينت رونج، تمام؟ وفي حاجه اسمها دو سمثينج رونج. دو سمثينج رونج معناها يرتكب او يفعل شيئا ما خطأ، يبقى دو رونج معناها يعمل خطأ، يعمل جريمه، لكن جو رونج او وينت رونج معناها تعطل او سبب مشكله. في جملتك الجامده الراجل بيقول لك اي سبنت، بيقول لك وات هاز جون رونج، وات هاز جون رونج ما الذي كان خطأ. اي ستوبد، بص يا مستر انا ممكن اقول ستوب تو المصدر، ممكن ستوب اي ان جي، ممكن ستوب فروم اي ان جي، بس انا عايز اعيدها للمره المليار عشان في ناس كتير بتتلخبط فيها لسه برضو. ستوب دي يا حبيبي الغالي تروح عامل اتنين كده، وفي كل واحده منهم اتنين كده، حلوه الرسمه دي. طيب ستوب تو والمصدر او ستوب والفعل مضاف له اي ان جي، ممكن هنا نستخدم ستوب مفعول، بس لازم مفعول اي ان جي، او ستوب مفعول فروم اي ان جي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الاولانيه بقى ستوب تو المصدر واي ان جي دي امتى؟ ستوب تو المصدر معناها يتوقف، يتوقف لكي يفعل شيء. طب ستوب اي ان جي يبطل يعمل شيء. طب ستوب مفعول او ستوب مفعول دي معناها يوقف شخص من شيء. طيب تعال نرجع كده ونشوف الراجل عايز يقول لك اتوقف لكي ولا اتوقف عن ولا يعني ايه بالظبط انت عايز تقول يا عم الحاج. بيقول لك اي ستوبد نوت اسناك از اي فيلت فيري هانجري، انا توقفت لكي اتناول وجبه خفيفه لانني كنت اشعر بالجوع. يتوقف لكي يبقى ستوب تو هاف. نوت هوم ورك هوم فروم سكول اي سو ان اكسيدنت، انت عايز تقول بينما كنت امشي الى المنزل. معلوم يعني، فتاخد الفعل مضاف له ان جي. عارف ووك دي لو خدتها يبقى ده كده مبني للمجهول مباشرة، لو خدنا اي ان جي يبقى ده مبني للمعلوم. وعايزك تعرف انك لما تلاقي اي ان جي في اول جملة فبتترجمها after I was walking home او when I was walking home او because I was walking home، اعرفها كده بالثلاث علامات دول. طيب السؤال السادس بيقول لك I found the lost key، انا لقيت المفتاح المفقود. ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ ده حاجة حلوة، يبقى لحسن الحظ. فان دي مش معانا خالص، وان مش هنفكر فيها خالص، بس انت بتقول لحسن حظي يبقى لاكي لي. وخد بالك انك بتاخد ادفيرب في اول الجمله وتجيب بعده كومه. طيب وات ايفر نوت يو شودنت بي بوستفول، وات ايفر يعني ايا ما كان الانجازات اللي انت حققتها. عند وات ايفر وهوفر دي عايز تاخد بالك من التركيبه اللي هقول لك عليها دي، انك بتبدا الجمله بوات ايفر اسم فاعل فاعل، لكن هاو ايفر صفه او ظرف فاعل فاعل، لكن بتجيب صفه او ظرف في اول الجمله وبعدين از فاعل وبعدين فاعل. تعال نضرب امثله. whatever what ever whatever power you have، مثلا المثال اللي بحب اضربه يعني whatever power you have you can't hit me، ايا ما كانت القوه التي تمتلكها فلن تستطيع ان تضربني. طيب او اقول لك how ever rich he is he can't buy a car، او he how او however badly he acts we love him. لاحظ ان انت هنا خدت لي however وبعدها صفه، لكن however وبعدها ظرف، الظرف عايز معاه فعل والصفه عايزه verb to be. طيب الاخيره بقى انك تقول strong as he looks، معناها لانه او برغم من انه يبدو قويا. ارجع كده جملتك، الراجل بدأ الجملة بوات ايفر، حلو؟ أنت عايز بعد وات ايفر اسم على طول. طيب ينفع أقول لك وات ايفر يو ميك أتشيفمنتس؟ ما لأ، أنا عايز أقول بعد وات ايفر اسم اللي هي أتشيفمنتس يو ميك، أيا ما كانت الإنجازات التي حققتها. طب ما ينفعش ناخد دي، أنت كده عامل سؤال. أي ونت سويمينج أي ديد ماي هوم ورك،
بقول لك انا رحت السباحه وعملت واجبي ايضا، يبقى انا خدته بس اعمل قبلها كمان. از ويل از عايزه بعدها الفعل المضاف له اي ان جي دايما، فاز ويل از دوينج اللي هي دي. One of the two thieves was arrested while managed to run away. بيقول لك واحد من الاثنين اللصوص قبض عليه بينما ايه تمكن من الهروب او تمكن من الهروب. انت هنا في الجمله دي انت عايز تقول الاخر، يبقى the other. اصل ايه اللي عرفك ان هما اثنين؟ ما هو قال لك one of the two، واحد من الاثنين اللصوص قبض عليه بينما الاخر هرب. طب افرض ان هما كانوا five واتقبض على واحد، الحاجه دي كنا هنقول the others، الباقون هربوا. طيب ندخل على الامتحان الخامس. Because not exercise regularly I keep fit، لأنني أمارس التمارين بشكل منتظم. Because عايزة فاعل فعل، ما فيش because do ولا في to ولا في ing. I do. I started to المصدر أو ing. ing موجودة معانا وto المصدر، يبقى A and C. They were made to المصدر. احفظ دي بالله عليك عشان دي مهمة. زي وير ميد تو ديبند، يعني اجبروا على الاعتماد. الفكره بتاعت وير ميد دي للمره التسعة مليار نقولها، ميك مفعول مصدر او بي ميد تو والمصدر. دي سيادتك لو معاك معلوم، ودي سيادتك لو معاك مجهول. وانا في الجمله دي مجهول، ترجم كده بقول لك هم اجبروا على الاعتماد على انفسهم. بينج فيت شي واز ايبل تو وين ذا ريس، كونها لائقة بدنية استطاعت أن تفوز. يبقى أكيد لأنها، طبعا as لازم بعدها الجملة سليمة، because لازم بعدها الجملة سليمة، فأنا قدامي thanks to ومعايا since. حلو، طيب تعال نترجم ونشوف الجملة مين فيهم هينفع. being fit كونها لائقة بدنية تمكنت من الفوز، يبقى بفضل كونها لائقة بدنية، يبقى ناخد thanks to. خد بالك since دي اللي بتيجي مع مضارع التام، يعني ممكن نستخدم بعدها الفعل المضاف له ing، بس ساعتها هيكون معناها منذ. معنى لما اقول لك since leaving I have been reading this book، منذ المغادره وانا اقرا هذا الكتاب. يعني since اللي معناها منذ بنجيب بعدها ing عادي. For coming late to school lean now comes on time، لانها عوقبت. انت بص انت عايز بالعربي، لانها عوقبت. عوقبت ده معلوم ولا مجهول؟ لا ده مجهول. انت قلت لي يا مستر لو بدانا بالاي ان جي ده معناها الجمله معلوم، لو بدانا بالباست بارتيسيبل يبقى الراجل كده بيتكلم على مجهول، وانت بتقول لانها عوقبت ده مجهول يبقى بانشد. طب لو انت خدت لي بانشنج، انا ممكن اقول لك بانشنج ماي فريند هي كرايد، بعد ان عاقبت صديقي بكى. فدي كده اي دي يبقى ده مجهول. نوت اي wasn't ايبل تو كاتش اب وذ ذا ريست اوف ذا جروب، انا ما كنتش قادر الحق الجروب الباقي، يبقى ده لسوء الحظ، يبقى ان لاكي لي اللي هي رقم دي. طيب سبعه، نوت بينج ويل اي ويل ترين فور ذا ماتش، كوني بصحة جيدة فإنني سأتدرب المباراة. يبقى أنت عايز تقول بسبب كوني وبسبب دي، مش because. because عايزة بعدها جملة سليمة ومعناها لأن. because of و doing و due to و owing to وكمان thanks to. يبقى أنت هنا تاخد B and C. 8. The group not achieved their objective، المجموعة حققت هدفهم. بص عايزك تعرف إن the group دي مفرد وجمع، بس هو الراجل هنا قال لك their، يبقى عم الحاج بيتكلم عن المجموعة دي كاسم جمع، يبقى تاخد have. طب لو قال لك اتس كنا خدنا هاز. اي سجست اي ان جي، سجست دي اقتراح وضعها كده كالتالي. راجع معايا الكلام ده من دلوقتي وما تزهقش من كتر التكرار، عشان ما تجيش اخر يوم الامتحان تحتاج تراجع. سجست بنجيب بعدها الفعل المضاف له اي ان جي، يبقى سجست اي ان جي، او ذات فاعل مصدر، او ذات فاعل شد والمصدر. حلو؟ طيب دي حته انا ممكن اقول بي سجستد تو والمصدر، او تو بي والباست بارتيسيبل. كلام كده مختصر وعايزك تركز فيه. اول حاجه كده بي سجست تو المصدر، ده لو كان النص ده معلوم. لو كان النص ده هنا كده مجهول، بس كده كده النص ده كده مجهول، مش فاهم اي حاجه. بص يا سيدي، مستر هيثم صيت نفسي بقى من نفسي، ووز سجستد to explain the lesson. دي معناها ايه بقى؟ ركز كده معايا، اديني كده اذنك وقلبك. المستر هيثم سلامته was suggested، اقترح، ده كده معلومه ولا مجهول؟ ده مجهول زي ما انت قلت لي، وبعدين قلت لي تو والمصدر، تو المصدر يبقى ده معلوم، يبقى اقترح ان يشرح الدرس. طيب مستر هاني ده واحد غيري بقى،
was suggested to be fired. بص بقى العنف اللي جه عند هاني was suggested يعني اقترح يعني ده مجهول to be fired يعني ان يطرد ده برضه مجهول. فانا عايزك تمشي كده بسلميه في الموضوع افهم وبعدين احفظ وبعدين تمشي بنص بس وتسيب النص التاني. فانا اقترح by train to Aswan it is faster traveling by plane. يبقى انت بتقول اقترح ان احنا ما نسافرش بالقطر الطياره اسرع يا عم. يبقى اي ان جي لو مثبت ونوت اي ان جي لو منفي يبقى نوت traveling. كلام سهل. 10 بقى the cat was very not so it ran away. القطه كانت ايه لذلك هي جرت هي اللي جريت يبقى كانت خائفه مرعوبه frightened. امال frightening يعني مخيف بيخوف الناس. انت كان ممكن تقول لي the cat was frightening so I انا اللي ران away. طيب فرايت اللي هو الرعب الخوف طبعا وفرايتن يعني يخيف. زي جو فور ا ووك وانس ا ويك. خد بالك وانس ا ويك بتساوي وانس بير ويك او بتساوي وانس افري ويك. نمبر 2 the streets were full of customers. الشوارع كانت ممتلئة بالزبائن. they're shopping يقومون بعمل التسوق. يبقى اكيد doing. بس انا عايز افهم يا مستر اشمعنى doing ديت. ما هو انت عارف يا فندم الجمله بالعربي معناها الشوارع كانت ممتلئه بالزبائن الذين كانوا يتسوقون. يبقى المفروض الجمله هو وير دوينج شوبينج زير شوبينج يعني. فحضرتك عارف برضو انك بتحذف ضمير الوصل وبتحذف الفيرب تو بي وتبقى معاك الاي ان جي الجميله اللي انت خدتها دي. I will wait for you walking home alone. بقول لك بص انا هستناك يا عم بدل ما امشي لوحدي على لحد البيت. انستد ما دام جبت لي بعدها مفعول لازم اي ان جي لازم لو انت جبت لي بعدها مفعول لازم انستد اوف اللي هي دي. فانت هتقول لي بدلا من ان. ركز الفرق بينهم فين. بص انستد معناها بدلا من ذلك. طب انستد اوف معناها بدلا من حاجه هتقولها. فانت قلت لي انا هستناك بدلا من ان امشي لوحدي. طب انا عايز اخد واحده فيها انستد معلش كده اضربني مثال فيها انستد. اضربك مثال اقول لك اي وونت ليف انا مش ماشي. اي ويل ويت انستد سانتظر بدلا من ذلك. هو من ذلك اللي انا قلت لك في الاول اللي هو ان انا مش ماشي. طيب احنا كده خدنا ثلاثه. نمبر 4 اي سبنت ذا افترنون. قلنا يا عم قبل كده اي ان جي يبقى ادي اي ان جي. طيب هتقول لي يا مستر هنا انت قلت لي spend مع حرف الجر on. ما هو اصلا مفيش on. علي didn't go swimming he didn't do the homework. بص بقى didn't do ما راحش سبح ولا عمل الواجب. ايه يا ترى؟ عايزك بالعقل كده دي منفيه. ينفع تفكر في نيزر؟ خليك راجل كده اكبر من كده. منفيه ما تفكرش في نيزر اطلاقا. طيب ناخد هنا ايزر. طيب معلش طيب امتى ناخد تو؟ بص ركز معايا الجمله دي الاول منفيه ولا مثبته؟ الجملة دي didn't go منفية وهنا didn't do منفية برضو. عشان كده لما يكون معاك بص الحتة دي جملتين منفيين خد ايزر. السبورة افضل. بص اسمع كده مني الكلمتين دول. لو معاك لو جملتين منفيين اضرب ايزر. طب لو جملتين مثبتين اضرب تو. طب جملة منفية اضرب الصيغه بتاعت نيزر. طب لو جمله مثبته اضرب الصيغه بتاعت سو. طيب اضربني انت بقى مثال اكرمك كده عشان نفهم. خد مني لما يقول لك مثلا she didn't study I didn't study برضه يعني ايزر. بص هي لم تذاكر وانا لم اذاكر ايضا. انت خدت لي ايزر لان دول جملتين اتنين هم منفيين. طيب she did well ادت بشكل جيد. I did well too. هي ادت بشكل جيد وانا اديت بشكل جيد ايضا يبقى دي مثبته. طيب جمله ثانيه she didn't fail هي لم ترسب. neither طبعا didn't مثبت didn't ماضي فناخد did I. طيب لو قال لك she left هي غادرت so did I. الموضوع مش صعب يا جدعان. الموضوع عايز تحفظ بس انها جمله واحده او جملتين اتنين. لو كانوا جملتين اتنين فتفكيرك في نيزر في ايزر.
لو كان جملتين اتنين فتفكيرك في تو، يبقى لو جملتين اتنين تفكيرك في واحدة من الاتنين دول، اما انك تفكر في ايزر او في تفكر في تو، ده لو كانوا جملتين اتنين اهي. طب لو كان جملة واحدة تفكيرك اوعى يطلع بره عن نيزر وسو. طب ما تيجي نرجع للجملة دي، اصل انا يا مستر انا حاسس انها تهت. لا ما تهتش، ادي جملة وادي جملة والاتنين منفيين، خد ايزر. طيب I will go out, you agree, I'm waiting for your permission. يا باشا انا مستني اذنك. بص بقول لك انا مستني اذنك، انا مش همشي اصلا غير لما سيادتك تقول لي امشي يعني او غادر يعني. طيب ده معناها ان انا مش همشي الا لو انت الا انت موافق، يعني if انا سوف اخرج لو انك موافق انا انتظر اذنك، لكن لو خدت لي دي معناها انا ماشي كده كده غصب عنك، رايك ما يهمنيش. مستر حسام as well as his daughters helpful. مستر حسام ده زيه زي بناته، راجل متعاون، ناخد از. بس مستر استنى، انت عندك هيز دوترز ده جمع ومستر حسام ده مفرد، انت خدت الفعل على حسب مين؟ هروح انا اكتب لك دي كده مع افعال الاضافه او كلمات الاضافه زي از ويل از، بيكون هنا في فاعل اول وبيكون هنا في فاعل تاني، الفعل حسب الفاعل الاول. مين الفاعل الاولاني؟ اللي قبل as will as. طيب افرض انت قلت لي اماني دي عامله زي باباها ومامتها طويله، يبقى تروح انت قايل لي اماني as will as her parents وبعدين نقط طول. بس انا هقول لك اختار is ولا are، بس قبل ما تختار عايزك تفكر، عندك اماني لو هناخد على اماني ناخد is، لو خدنا على parents هناخد are. متفقين ان مع از والاز احنا بناخد على الفاعل اللي قبلهم اللي هو اماني فتبقى كده از. طيب على سبيل المثال كمان واحده، ماي انكلز از ويل از ماي داد نوت تي، يا ترى هنا هنقول لاف ولا لافز؟ هروح اسالك سؤال يا عم، مين الفاعل الاولاني؟ انكلز الجمع، ولما اذا كان الفاعل اسم جمع بناخد الفعل في المصدر ناخد لاف، لو انت هتاخد على داد كنت خدت له لافز، بس ده طبعا يبقى غلط. وعايز تعرف ان الكلام ده غير موضوع، غير موضوع مثلا نوت، غير نيزر اسم نور اسم، انت بتاخد على التاني هنا، وكذلك برضو ايزر الاولاني اور التاني، انت بتاخد على التاني هنا الاسم التاني ده. يبقى ركز معايا، لما يكون معاك از والاز ناخد على الفعل الاولاني مع ايزر اور ونيزر نور على الفعل التاني اللي بعد نور القريب من الفعل يعني. ارجع لي هنا كده واسرح لحد ما توصلها، وصلناها. احنا قلنا مستر حسام مفرد فناخد از. طيب this plant adapted to ing، حلو. طيب تعال نشوف كده، grow طبعا لا، adapt to ing يبقى to growing اللي هي رقم سي. طيب رقم 9 thanks to ing بفضل، اصل انت بتقول بفضل القيام بالتمارين يبقى thanks to ing. رقم 10 the mobile not at the bus stop belongs to يارا، الموبايل وجد في المحطة ملك يارا ولا الموبايل الذي وجد في المحطة هو ملك يارا؟ انت عايز تقول الموبايل الذي وجد، يبقى موبايل which was found. حلو، هنشيل which was على بعضها ونسيب لك found، هنسيبها لك اهي. طيب الامتحان السابع، the animal seemed a so I got the fight of my life. بقول لك الحيوان بدا ايه لذلك I got the fight of my life، انا كان لازم اواجه صراع لانقاذ حياتي، يبقى الكلب او الحيوان كان مخيفا frightening. The fact that it is too hot in the desert a few people live there، بسبب ان الدنيا مولعه نار في الصحراء قليل من الناس يعيشون هناك بسبب اللي هي because of. طب ليه ما ناخدش سنس، ما هي دي برضه معناها لان ودي لان، وكمان الحاج از معناها لان، عايزين جمله يا فندم. وانت قلت لي the fact that دي كده، يبقى the fact that اصلا بتيجي مع despite the fact that، the fact that بتيجي مع الناس اللي بيجي بعدهم ing، يبقى despite the fact that in spite of the fact that because of the fact that كده يعني. طيب ادخل على رقم 3، a footballer حسام knew the importance of exercise لكونه، بسبب كونه لاعبا رياضيا فهو يعرف أهمية الرياضة. بي لا، احنا كنا عايزين نقول بيينج عشان تنفع، وطبعا ووز دي عايز قبلها فاعل، خدنا اصلا مع ووز فمفيش، وبين دي اصلا ما ينفعش نجيبها من اول الجمله السلام عليكم كده، يبقى هافينج بين.
having been a footballer لأنه أو بعد أن كان لاعبا رياضيا هو عارف قيمة الرياضة. Someone has called your name but I couldn't reply to. بقول لك إن في شخص نادى اسمك بس أنا ما عرفتش أرد عليه. ركز بقى على ده عشان دي مهمة. أنت الشخص ده عارفه ولد ولا بنت؟ لا مش عارفه. فإن كان ولد هنقول him، إن كان بنت هنقول her، يبقى أنت كده هتقول A or B. وعلى فكرة كان ممكن تقول لي I couldn't reply to them. them هنا برضه صح، ما أنت عارف إنك بتشيل him و her وتحط مكانها them. طب despite عايزه بعدها ing، ما ينفعش بعد despite ابدا نعمل جمله سليمه، فدي ما تنفعش ودي ما تنفعش. being busy اللي هي رقم سي. although عايزه جمله سليمه، هنا بدا بوز فين الفاعل؟ هنا ing يا حبيبي ما ينفعش، يبقى although she was busy. وعلى فكره كان ممكن نستخدم هنا despite بنفس الاختيار ده، بس هتقولي despite the fact that he was busy او she was busy ايا كان يعني. I suggest not by train. You will enjoy the beautiful landscape along the railway. I suggest لازم بعدها الفعل ده في الاي ان جي، مفيش تو ومفيش هنا برضو تو، فانت تقول traveling لو انت عايز تعمل او not traveling لو انت مش عايز تعمل. حلو، انت بتقول انا بقترح ان احنا نسافر بالقطار عشان نستمتع بالمناظر، يبقى traveling. The scene was very not so I closed my eyes. انا قفلت عيني، المنظر كان frightening يعني مرعب، لكن frightened يعني مرعوب. فرايت اللي هو الرعب والخوف ذات نفسه، فرايتن يعني يو خيف، ده فيرب. طيب ادخل بعد كده على الصفحه رقم 9. بلاينج اون ذا بيتش وي فورجت. بلاينج يعني معناها لاننا كنا نلعب زي ما قلت لك معلوم. وي فاوند اباوت ذا تايم اند نوت لانش. وفرجت بقى بقول لك احنا واحنا لان احنا كنا بنلعب على الشاطئ احنا نسينا موضوع الوقت خالص وفاتنا الغداء، يبقى اند ميست. خد بالك ان اند اللي قبلها ماضي بسيط هيكون بعدها ماضي بسيط. لكن لو انت قلت لي I had met علي and not him a prize، يا ترى هنا هتقول لي and give ولا given؟ لا هتقول and given. طب ليه؟ أصلك انت اللي قابلت وانت اللي أعطيت. لكن كان ممكن تقول I had met علي نقطة I gave him كذا لو انت بدأت الجملة التانية بفاعل. طيب الامتحان الثامن too much hard work he experiences burnout. هو بيعاني من الارهاق بسبب العمل الجاد او كثره العمل. as a result of عايزينها، ما فيش of يبقى مشيت. so too دي ما مش موجوده في الانجليزي. so too because too لا because of too much hard work كان ممكن، يبقى as a result of كنتيجه ليه. you can use this calculator I have three other. بص بقى انت ممكن تستخدم الاله الحاسبه دي، انا عندي ثلاثه وتهيئه الجمع، فمش هنقول وان هنقول وانز اللي هي دي، كانك قلت ثلاث وحدات يعني اخريات. لكن ممكن اقول لك يو كان يوز ذس كالكوليتر اي هاف انذر وان. بص انت هتقول لي ايه؟ انذر وان وحدات اخرى. ذس تايب اوف بلانت هاز بين ادابتد تو اي ان جي، يبقى تو جروينج يعني عدل يعني او تكيف على العيش في الطقس البارد. طيب رقم 4 كود يو هيلب مي تو المصدر او مصدر او وز والاسم. تو دوينج لا، اي ان جي لا، دو ينفع هنا ديد لا، يبقى دو بس. وكان ممكن تو دو. كيدز ميوزك ايرلي ديفلوبس جود سكيلز. ركز بقى في الجمله الخامسه بس لها خربوشه. كيدز ايه؟ ميوزك ايرلي ديفلوبس، المفروض تبقى ديفلوب بس، المفروض ان احنا نشيل الاس دي منها عشان يعيد على الكيدز الاطفال، والاطفال دول اسم جمع المفروض يعني. فالمفروض انك انت عايز تقول الاطفال الذين يدرس لهم الموسيقى ينمو عندهم المهارات، فالمفروض تبقى الجمله هو، المفروض احنا نقول كيدز هو وير توت، الذين يدرس لهم كده. طيب فحضرتك هتحذف هو وير وتسيب توت، يبقى توت رقم بي. طيب بعد كده رقم 6 the news of the marriage not spread fast. الاخبار بتاعت الجواز انتشرت في لحظه مع انه كان متجوز في السر. الانيو الاخبار دي مفرد، فتفكيرك في ار وهاف مضيعه للوقت. از او هاز. سبريد تصريف ثالث، يبقى انت هتقول لي هاف وهاز، يبقى هاز سبريد. طيب 7 بوتينج اون ويت شي ووز ادفايزد تو فولو ا دايت. بوتينج اون ويت ده فعلا ضاف اي ان جي، فمش هينفع ناخد دي لانها مش معناها منذ، اكيد بسبب زيادتها في الوزن هي نصحت ان تتبع رجيما، يبقى بي اند سي. 8 with mine your audio components are rather expensive.
مقارنة بحاجة مقارنة باللي عندي، يعني بالمشغلات الصوتية اللي عندي، اللي عندك دي أغلى، يبقى مقارنة بي compared. خد بالك ده مصطلح مهم عشان ده كان عندك في ثانية ثانوي. compared to your car mine is expensive، compared to your money mine is less كده. رقم 9، a little child usually cries. little هنا معناها صغير السن. الطفل الصغير دائما او عادة ما يبكي when mother goes out، عندما الام لا تكون موجودة بالمنزل. الواد ده الطفل ده ولد ولا بنت؟ الله اعلم، خلاص يبقى زير. او انك تاخد his زائد her، ما نفس الجملة. I have a tablet. It belongs only to me. انا عندي تابلت بتاعي انا. of my own. وهنا احنا قلنا الحتة قبل ما تيجي هنا مرة، قلت لك ان of my own دي معناها ملكي، لكن لو انت قلت لي by my self اللي بتساوي on my own دي معناها بنفسي، دي غير دي خالص. كده احنا خلصنا 8 امتحانات الخاصة بجزئية الفوكابلري والستادي تحديدا الموجودة على جرامر هانتس. هنبدأ برضو نحل في جزئية تانية، احنا بحاول انزل كل يوم فيديو مختلف عن التاني كده، تابع اول باول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.